قالوا عن أكتوبر. لا شك في أن المصريين خرجوا من الحرب منتصرين، بينما نحن من ناحية الصورة والإحساس قد خرجنا ممزقين وضعفاء. حينما سئل الرئيس المصري أنور السادات: هل انتصرت في الحرب؟ أجاب: انظروا لما يجري في إسرائيل بعد الحرب وأنتم تعرفون الإجابة. أهارون يريف، رئيس الوفد العسكري الإسرائيلي في مفاوضات الكيلو 101.